أهلا وسهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. مشاهدينا الكرام، في حلقة هذا اليوم نعرج على 4 موضوعات مهمة تتضمن مجموعة مقاطع صورها ونشرها نشطاء عراقيون. والآن نلقي نظرة على العناوين قبل الذهاب إلى شيء من التفاصيل. سنتوقف بداية عند معاناة مراجعي دائرة مرور التاجي في بغداد. أكثر من ساعة يحتاج المواطن حتى يدخل من بوابة الدائرة إلى البوابة التالية. ثم بعد ذلك نذهب إلى جديد خريجي الهندسة المعتصمين أمام مجلس الوزارة للمطالبة بتوفير فرص عمل من أجل الشباب. ثم بعد ذلك نتجه وإياكم إلى الموصل، وهناك موظف دائرة التسجيل العقاري تحديدا في أيسر الموصل يخرجون منها والمراجعون ينتظرون. والختام سيكون مع قوات حكومية ومسلحين يعتدون على مواطن من أهالي ناحية أبو الخصيب في البصرة. إذن لا تزال مستمرة معاناة المراجعين في دائرة مرور التاجي ببغداد، والتي زارها وزير الداخلية الحالي وقام بإقالة مديرها السابق ووعد بتسهيل مراجعة المواطنين، لكن تبين أن كلامه كذب بحسب نشطاء كتبوا ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافوا أن المواطنين لا يزالون يعانون بسبب الطوابير الطويلة وبسبب غلق الباب الرئيس للدائرة، وأيضا بسبب توقف نظام استقبال المعاملات بشكل تام. عمو والله قبل أجل وجه أرحم هسه تزم مرتين سرة بالباب بالشهر العام وبالباب الثاني، وهذا السرة هاي بس الطب، هاي بس الدخول. والله ساعة ساعة ونص إذا طبيت من الباب الرئيسي بالمرور جوازير. جام الوزير عشان عاقب العالم وراها. يا بل ليش سادين البيبا ما يخلي حيطل. هاي التاجيات اجى الوزير يوم واحد، اجى الوزير يوم واحد صاروا والله هذا البابا يا اخي ليش سكتوا؟ شنو انتم بشر حيوانات؟ يا اخي والله اقرب البابا على والديهم يا اخي، ما يصير يسكت سكت كلها يا ولد عيني ابو الشباب احمد والدي هذه يعاملونا مو معامله بشر. طبعا بعدما شاهدتم المواطنون تهكموا، سواء الذين كانوا حاضرين في المكان أو الذين يجلسون خلف الحواسيب أو يتابعون بعض الفيديوهات من وراء شاشات موبايلاتهم أو هواتفهم الشخصية، جميع المواطنين أو أغلبهم تهكموا على هذه الحالة المزرية التي يعانونها في مراجعتهم لدائرة المرور. يحتاج المواطن، بحسب كثير من المواطنين أكدوا أن المواطن الذي يحتاج إلى الدخول من الباب الخارجي إلى الداخلي يحتاج أكثر من ساعة، فما بالكم بمن يريد أن يتمم معاملة أو أن يحصل عليها. نتابع. شو السر اليوم؟ هذا بس على الدخول الساعة 11 العصر. والله بس على الدخول. ومن معاناة مراجعي دائرة مرور التاجي إلى موضوع آخر، خريجو كلية الهندسة مستمرون
مستمرون باعتصامهم أمام مجلس الوزراء في بغداد، ويطالبون بتوفير وظائف وفرص عمل لهم في الوقت الذي لم يجدوا أي شخص من السياسيين يقف إلى جانب مطالبهم. الشيخ حفظه الله ورعاه عبد اللطيف الأسد، دائما نشوف المواقف هاي البطولية. نذهب بكم الآن بعيدا عن المعتصمين أمام مبنى مجلس الوزراء في بغداد إلى خريجي الهندسة الذين تظاهروا أمام مبنى نقابة المهندسين واتهموها بالفساد وبأنها تتعمد السكوت عليه لأنها لم تقف مع معاناة الخريجين ولم تطالب بحقوقهم. نقابة المهندسين العراقية بأدابه جئتم أمام بيتكم، كل شيء هذا اليوم انتم فاتن عليكم، اليوم انتم فاتن ما موجودين، للأسف في العراق الجديد بين هلالين يعاني المراجعون في الدوائر العراقية بشكل عام من التأخير وعدم إنجاز معاملاتهم بشكل سريع، بالإضافة إلى تأخر الموظفين عن الدوام وخروجهم قبل نهايته. نشاهد الآن وإياكم مقطعا صوره أحد النشطاء من داخل المقر، مقر التسجيل العقاري الكائن في أيسر الموصل، وفيه يظهر انسحاب الموظفين في تمام الساعة 1:30 بينما ظل المراجعون من عوام المواطنين ينتظرون ولا أحد يقضي لهم مصالحهم. هاي الساعة 1:30 الموظفين ينسحبون. بقونا في دائرة التسجيل العقاري أيسر الموصل، وهناك نشطاء قالوا إن الدائرة هي عبارة عن مركز لجذب الفساد وتصارع الفاسدين عليها.
أكو في الظاهرة جديدة بدوائر التسجيل العقاري وبالموصل فقط، لأن دائما الإجراءات تختلف يم ربعنا عن بقية مناطق العراق. يجوز لأن أهل الموصل يخوفون لأن يعتبروهم منطقة لجمع الأتاوات والنهب والفساد. بالأول تدخل الأمن الوطني وقالوا لازم أي مواطن حتى لو عنده سلامة موقف من الأمن الوطني لما يريد يطلع سند مال الملك مالته لازم السند يروح على الأمن الوطني للتدقيق، وطبعا لما يروح للتدقيق معناها أكو تأخير ولازم تطلع المالات وتدفع حتى تمشي معاملتك، والناس مغلوبة على أمرها وتقبلت الموضوع بروح رياضية وقالوا ها إجراءات أمنية والحكومة تعرف شغلها. لكن بعد ما انتبهوا جماعة تابعين للاستخبارات وقالوا هاي شغلة بيها خوش وارد والأمن الوطني يحصلون باليوم كوم فلوس، قالوا ما يصير نعتمد على الأمن الوطني، وأخذوا غرفة بالدائرة وجابوا حاسبة وعليها كم موظف يجمعون الدخل، أقصد يدققون معاملات المواطنين. هاي معاملته يمكن مشكوك بأمرها أو بها تشابه أسماء ويراد لها دفعة، وهذا تعال بعد يومين أو جيب مستمسكات جديدة وهكذا إلا يدفع ويمشي معاملته بسرعة. وبعدها بكم يوم جو جماعة الاستخبارات العسكرية واخذوا غرفة وجابوا حاسبة ونفس السالفة اللي قبلهم لأن شغلة بيها خوش خبزة، وبعدهم جو استخبارات الحشد وهم اخذوا لهم غرفة وجابوا الحاسبة ونفس السالفة. وهسه المواطن لما يريد يطلب سند جديد يعني لا تحويل ملكية ولا شيء كبير، لازم بعد ما يكمل الإجراءات يم الموظف المسؤول ويفتر لفت على 4 دوائر أمنية وكل واحد لازم يعد له المالات. أدري سند طاب هو لو سند ملكية برج بشنغهاي مكون من 200 طابق الخاطر الله. اليوم احنا نتوقع كل مراجع هاي الدوائر الأمنية ما عندهم علم عن بعض الفاسدين بدوائرهم واللي جاي يستغلون وظائفهم اللي هي بالأساس الخدمة وحماية المواطن، وندعم ان الله بلكت اكو احد شريف يخلي حد لهاي المهزلة. تذكروا دائما ان هذا ما كشفه بعض الإعلاميين وبعض النشطاء فقط، وما خفي يبقى أعظم. الى عنصر بالقوات الحكومية في موضوع آخر، طبعا هذا العنصر في القوات الحكومية مسنوداً بمجموعة مسلحة قام بالاعتداء على مواطن من أهالي ناحية أبو الخصيب في البصرة وهدده وكتب على باب بيته مطلوب دم، ولأسباب وصفها نشطاء بأسباب طائفية. شو اسمها المنطقة؟ رومية. رومية. طبعا اليوم شرطي اسمه عبد المجيد حامد مجيد نعيم العبادي يداوم بالمنشآت اجى اعتدى على المواطن البصري جالس ببيته وكتب مطلوب دم يا نوفل بدون ما يعرف الاسباب. اتهموا الرجال هذا الفقير لانه ينتمي لمذهب اخر جماعه الاحزاب، تهجموا عليه وكتبوا مطلوب دم يا نوفل على بيته دارب ابو الخصيب بالبصره وما يعرفون الاسباب. شنو الاسباب اللي خلاهم يكتبون هاي؟ والله ما ادري، هم 3 اشخاص اجيت على السيارات 2 وانهزموا من رحت المركز، خابروني جو قالوا جو جماعه كسروا باب بيتك وطبين جو مكسرين البيت وباخذين الغراض. رحت قبل للمركز الحمدان بلغت الضابط وجبت المفرزه واجيت لقيتهم هنا، اخذتهم المفرزه وسيارتين انهربوا مسلحين وديتهم للمركز. خابروا القاضي قال لهم لا من خلوهم للصبح جيبوهم الصبح، ما سوى لي الدعوه. ما سوى لك دعوه القاضي؟ ليش؟ ما ادري، سويت شكوى وكملت وخلصت وكل شيء. ما زين انت موظف؟ موظف نعم. وهذا بيتك؟ هاي بيتي. وكتبوا عليه مطلوب دم، شو عندك طلبوا وياهم؟ ما اعرف. هذا عبد المجيد الشرطي، هذا عبد المجيد حامد مجيد. ما تعرفه؟ ما تعرفه ولا يمه؟ لا والله صحيحون، هذا بيتنا، هاي احنا البانينا، احنا الكذا. من جو الشرطه؟ زين سواك انسان من غير مذهب فقير وما عندك احد يعني سوى هيك شيء وياك؟ شنو تتوقع يعني ليش سوى وياك هيك؟ ما ادري، بلغت المركز وجاء الشرطه خذوه مراد. وصلنا الان فقره ارائكم، ونستعرض فيها قرار تربيه صلاح الدين باعفاء 30 مديرا، والسبب تدني نسب النجاح في مدارسهم. دعونا نلقي نظرة وإياكم على نسخة من القرار الصادر عن تربية صلاح الدين. هذه هي نسخة مكتوب فيها بمقدمتها إعفاء مدراء استنادا إلى كتاب وزارة التربية مكتب المفتش العام، وفيه أسماء من أصدروا القرار أو أسماء المدارس واعتبارا من تاريخ الانفكاك والمباشرة. طبعا هذا القرار أو الأمر الإداري فيه إعفاء لعدد 30 مديرا. طبعا كان هناك صدى لهذه الوثيقة الصادرة عن دائرة أو عن تربية صلاح الدين، وعراقيون كتبوا على فيسبوك تعقيبا على هذا
المنشور أو على هذه الوثيقة. نقرأ عليكم الآن أبرز التعقيبات. أيمن الموصل عفواً يكتب: شنو علاقة المدير إذا الوزارة خاضعة للمحاصصة وأصبحت أهم من وزارة الدفاع والداخلية وملكات ماكو والمناهج يومية تتغير؟ بعد أيمن نتابع آخر عبد السميع اللجو يكتب: الرسوب بهذه الأعداد الهائلة يؤشر لمؤامرة جديدة على التعليم في العراق، فليس من المعقول ألا نجد نسبة نجاح ولو 1% في الكثير من المدارس. الآن بعد عبد السميع نذهب إلى كوكب الشرق ومن تسمي نفسها ذلك، تقول: المدير شنو ذنبه؟ المناهج كل سنة تتغير، تخبط الفاسدين كل فترة يغيرون المناهج حتى يعطوها مقاولة طباعة جديدة. وكثيرون يؤيدون قول هذه الفتاة. والآن إلى حسين التميمي الذي كتب: الوقع التربوي البائس من مدارس الكرفانات والطين هو السبب وراء نسب الرسوب، وهنا يشير إلى واقع التعليم الصعب. الآن إلى من يسمي نفسه برنسس ياسا أو تسمي نفسها: وين متجه التعليم بالعراق إذا نسب نجاح عندهم كلهم أقل من 20 أو 30%؟ الآن وصلنا إلى المنشور الأخير من محمد، يقول فيه: الواقع التربوي متردد بالعراق بشكل فظيع، والحل لا يقتصر على إقالة مدراء فقط. بمحمد نكون قد وصلنا إلى ختام كل التعليقات المكتوبة أو المنشورات التي انتقيناها لكم تعقيبا على قرار إدارة تربية صلاح الدين. بعد قليل نذهب وإياكم إلى فقرة هاشتاج، ابقوا معنا. أنقذوا سجناء التاجي، هذا الهاشتاج دعا إليه نشطاء في العراق لمناصرة السجناء والمعتقلين في السجون لما يلاقونه من انتهاكات على يد القوات الحكومية. نقرأ الآن عليكم 4 من التغريدات المذيلة بوسم أنقذوا سجناء التاجي، والتغريدات تباعا. البداية مع صفاء الكربولي يقول: عشرات التاجيات في العراق، منها السري ومنها العلني، ومنها ما تديره الدولة ومنها ما تديره اللا دولة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أنقذوا سجناء التاجي. إلى تغريدة ثانية، فراس إلياس يكتب: في العراق السجون هي عبارة عن أماكن للقتل والتعذيب الذي يجري خارج إطار القانون وليس للإصلاح كما هو في الدول المتحضرة. أنقذوا سجناء التاجي. إياد دليمي يقول: إنهم يتعرضون لواحدة من أسوأ وأبشع عمليات التعذيب الممنهج دون أي رادع، هذا ناهيك عن عمليات الابتزاز التي يتعرضون لها، لابد أن نرفع أصواتنا دفاعا عن المستضعفين. الآن إلى التغريدة الرابعة وكتبها حسين دلي، يقول فيها: دعم السجناء والمخفيين قسرا في سجون الحكومة العراقية واجب على كل صاحب ضمير وأخلاق، انتهاكات بالجملة من إدارة السجون وابتزاز للسجناء وذويهم بجانب إهمال حكومي لا يبالي بأي تقرير إنساني أو حقوقي داخليا كان أو خارجيا. مشاهدينا، كانت هذه أبرز التغريدات التي ذيلت بهاشتاج أنقذوا سجناء التاجي، ولقى هذا الهاشتاج صدى واسعا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. بعد قليل ننتقل وإياكم إلى فقرة الفيديوهات المنوعة. شوارع في قطر تفوح منها رائحة الطفولة، تعالوا نشاهد وإياكم.
عن نفسي رأيتها فكرة جميلة، فكيف رأيتموها أنتم؟ الآن نتابع إياكم أعمالا فنية بجودة عالية، لكن هذه المرة ليست لفنان أو رسام مشهور، وإنما رسمت بريشة طفلة صغيرة. When I saw the first piece from Lola, I was like, oh, this is good. Reminded me of Saitomble. She has some sort of like vision as to why she wants to put that paint somewhere, and she's pretty determined. And then when she's done, which is, I think, the best part of it. And you know, you can't make a two-year-old do anything that they don't want to do. Lola in this time is like, she's just original. She's herself, and she's like the free spirit. I wasn't always so sure of it, but he was certain that this was gonna do well. So we had two galleries. It's actually great that we've gotten some negative feedback, you know, people saying like, hey, this is kind of crap. Making an unusual show, always you're gonna have some hate reaction from outside world, which is sometimes kind of welcome. It's not just like business or something, it's like a kid making art is pretty beautiful. بعد هذه البراءة نذهب وإياكم الآن إلى فيديو مخيف إلى حد ما، المشاريب الغازية وعلاقتها بمرض السرطان. بعد هذا المقطع الذي شاهدناه، الذي ينبغي أن يكون منبهاً ويحثنا على استشعار الخطر، ظل أن نتمنى لكم تمام المعافاة. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم التفاعلي اليومي تواصل.com. لاحقاً نلتقيكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.